أثير راديو أصوات ودائما في برنامجكم حديث مغزل. الجزء الثاني من حصة اليوم غادي يكون رفقة الدكتور عماد ميزاب، دكتور الصيدلة المختص في التداوي بالأعشاب. حصة مفتوحة مستمعاتنا لكل أسئلتكم، ولكن الأسئلة اللي كتهم الجمال والمواد الطبيعية. صباح الخير دكتور عماد. صباح النور اختي هاجر، وتحية طيبة ليك والجميل أخوات اللي كينورونا في هذا الصباح هذا، وكنتمنى يكونوا بخير وعلى خير. أمين يا ربي. وأكيد أرقامنا هي مفتوحة للمستمعين الكرام، 05 22 77 24 24، 05 22 77 24 24. مرحبا بكم، مرحبا بالأسئلة ديالكم للدكتور عماد ميزاب، دكتور صيدلة والمختص في التداوي بالأعشاب. اليوم اختارينا نفتحوا لكم الخطوط لإعطاء كل أسئلتكم للإفادة حول المواد الطبيعية وربما الفعالية ديالها في المواد ديال التجميل أو الجانب التجميلي عند السيدات. فأكيد كثير منا في المنازل ديالنا بعد الأحيان كتجينا ديك الحداقة ونوض نقلبوا من المطبخ أشنو نديرو الوصفة في القفيفة، ياك دكتور عماد؟ دائما هذا هو شعارنا، ودائما الوصفة ستكون على قد الجيب، على قد الجيب، وربما وصفة اللي في المنزل نقدروا نستعنوا بها. الكثير باقي كيشكروا في الوصفة الخرقوم والعسل دكتور عماد، وصفة اللي عطات الحمد لله الصدى الطيب في صفوف النساء، النساء اللي كانوا عندهم مشاكل الكلف. نعاودوا نذكروا بها الوصفة اللي كناخذوا فيها معلقة صغيرة ديال الخرقوم بلدي مطحون، كناخذوا فيها ثلاثة المعالق كبار ديال العسل الحر، ومعلقة صغيرة ديال زيت اللوز الحلو اللي كنخلطوا هذه المكونات كاملين، وكنديروهم كماسك على الوجه ديالنا والرقبة ديالنا، كنخليهم نص ساعة وكنغسلوه. العملية غنديروها جوج مرات في الأسبوع، عندهم عليها مدة ديال 3 أشهر. النساء هنا كيعيبوا لأنه كتبقى لهم صفورية بزاف في الوجه ديالهم، فهنا الوصفة غادي يكونوا كيزيدوا الخرقوم أكثر من القياس ديالو، حيت إلا داروا معلقة صغيرة، حيت كاين واحد النهار اتصلت بها واحد الأخت قالت لي كندير معلقة كبيرة، فهنا درت الغلط. إلا درنا معلقة صغيرة ديال الخرقوم بلدي مطحون، والخرقوم بلدي خصو يكون خرقوم بلدي أصلي، لأن كنعرفوا كاين الخرقوم بلدي اللي كيكون اللي كيتطحن وكيتزادوا فيه ملونات. نعم. مسألة أخرى هذيك، ما إذا هنا ما غادي يقدر يخلي لهم الأثر في الوجه ديالهم. غادي نمشيو لمدريد ديال إسبانيا، غنتواصلوا مع حنان. صباح الخير حنان. صباح الخير اختي هاجر، اهلا بك على اصوات حنان، مرحبا بك. شكرا. صباح الخير على الطاقم كله والمستمعين. شكرا لك حنان، مرحبا. تفضلي. مرحبا دكتور عماد. السلام عليكم. طيب اختي الله يبارك فيك، مرحبا بك. تحيه متبادله. خويا عماد بغيت نسول على واحد الوصفه. اييه مرحبا. كديرها واحد تاعبتي؟ اييه واخا نتقاسموها معك. اوكي. هي زيت ديال الحلبة. زيت الحلبة هي كديرها للوجه. هي شنو بغات تزيد؟ بغات تزيد في الوجه ديالها، في يعني في الخدود. هكاك واخا. وكديرها وكديرها في الصباح، وبعض المرات كرديها البل كديرها جوج مرات. وانا ديجا سمعت كتهضر على على داك الزيوت الماسكات خصهم يداروا بالليل. واخا غير زيت الحلبة دابا الاخت الصديقة ديالك منين دارتها؟ شحال دابا المدة وهي كتستعملها؟ يلا بدات كتستعملها شي سيمانه. فغادي تقولي لها بعدا انها توقفها، لان دابا هاد السيمانه الا كملاتها واحد 15 يوم فغادي شنو غيولي لها؟ غتولي عندها الكحوليه في الخدود ديالها، لانها كتكحل البشره. فزيت الحلبه قلنا فيها واحد الماده اللي هي كتسمى لاتريغونيل، هاد الماده هادي شنو كدير؟ كتسرع الدوره الدمويه في البشره ديالنا، وكتركز داك التسريع ديال الدوره الدمويه. اذا ملي كتسرع الدوره الدمويه هادوك الخلايا اللي كيفرزوا الميلانين كيتاثروا، لان كيولي داك الافرازات ديال الميلانين كيوليو كيتفرزوا بطريقه عشوائيه. وثانيا كتكون عندنا واحد الحساسيه مفرطه في البشره ديالنا اللي كتعطينا احمرار، اللي كتعطينا ان ديك البشره اللي كتكون كتعطينا الحمايه كتولي رقيقه كتضعف، ما كتبقاش كتعطينا الحمايه الكامله، ومع الوقت كيولي الكحوليه وكيولي واحد الطبايع في البشره ديالنا الا استعملنا الحلبه او زيت الحلبه او ذاك الماسك المعروف ديال الحلبه اللي كتطحن وكتخلط مع قهوه سريعه الذوبان والبيضه. هادو كلهم ماسكات اللي خصنا نتجنبوهم ونتجنبوا ماده الحلبه اختي. يعني غادي نصحى ما ديرهاش واخا نعطيوها البديل. غادي تقولي لها دابا باش نسول حنان، انت متاكده ان صديقتك بغات تزيد في الخدود ديالها ياك؟ متاكده من هذه المساله؟ اذا الدكتور عماد راه يعطيك البديل ان شاء الله اللي فيه الامان. تفضل. نعم، فهنا كنعرفوا ان اسبانيا وخاصه في هذيك المنطقه وحتى هنا في بلادنا اكيد كاينه زيت بذور العنب اللي كنهضر عليها بزاف. زيت بذور العنب فيها
مواد اللي كترجع المرونه ديال البشره ديالنا، ومواد اللي كتعطينا واحد الزياده في, في, في يعني في, في المنطقه ديال الخدود. فزيت بودور العنب غتاخذوا منها معلقه كبيره، ومعلقه كبيره ديال زيت نور الشمس كتخلطوهم وكديروا بهم مساج كل ليله، ما كتقطعوهاش وكتداوموا عليها، ان شاء الله غتعطيها نتيجه، وهكا غتستعملها بطريقه أمينة. شكرا لك حنان من مدريد، تحياتنا لك ولكل مستمعينا والجالية المغربية المقيمة بالخارج. غادي نمشيو للبنقرير مع مريم سعبدو. تفضل مريم، أهلا بك. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام مريم، أهلا بك على أصوات. هازار بخير الحمد لله. لا مرحبا، تفضل. تحية للدكتور عماد. تحية لك أختي، مرحبا بك. انا دكتور عماد الله يخليك، قالوا لي ديري وصفه ديال دقيق الزرع مع الماء ديال اللفت. دقيق ديال الزرع اييه مع الماء ديال اللفت. ماء اللفتين، اللفت كنحكوها وكناخذوا الماء ديالها. ودار لي تهيوجات في وجهي وجاني شويه ديال الحبوب في الدقيق. ايوا واخا قول لي الزرع اللي خديتي واش الزرع اللي طبيعي ولا الزرع اللي كي نعم الزرع ديال البلاد يعني حنا حكمنا في البلديه. فهمت اختي. واخا دابا هذه جاتك حساسيه، فخصك ديري زيت اللوز الحلو بقيت دهني بها كل ليله بعدا باش يرجع هذاك ترجع البشره للحاله الطبيعيه ديالها. زيت اللوز الحلو نزيد نذكر ان فيها الاميغدالين اللي هي واحد الماده كتكون مضاده للحساسيه، فحاولي دهني بها كل ليله، وحاولي انك حتى الصابون ما تكثريش بزاف. دابا الا بغيتي تغسلي وجهك بالصابون ديري شويه ديال الصابون الا بغيتي تغسلي وجهك باش ما تنشفيش البشره ديالك. وانا عندي واحد سؤال، بغيت شي وصفه اللي تحيد لي الحبوب والاطراف ديالو. نعم الحبوب والاثار ديال الحبوب. نعم مرحبا خليك في الاستماع، لان هذا السؤال هذا غادي تطرح بزاف، ان شاء الله خليك في الاستماع فغادي نعطي وصفه للحبوب والاثار ديال الحبوب. شكرا لك اختي مريم من مدينه بنقرير، تحياتنا لكم، مرحبا بكم معنا على اصوات. ونبغي نقدم واحد التحيه خاصه للدكتوره لبنى المشبوه، الاخصائيه في التجميل وطب التجميل، الدكتور لبنى اللي معنا في الاستماع، تحيه لك دكتور عماد ولينا ولكل طاقم اصوات. شكرا لك دكتور المشبوه لبنى، تحياتنا لك كبيره. غادي نمشيو للدار البيضاء وغادي نتواصلوا مع المستمعات ديالنا دائما. عفوا مريم من الدار البيضاء، اهلا بك مريم. الو اختي كبيرة، لاباس عليك؟ لاباس الله يبارك فيك، مرحبا. كبير الدكتور عماد، الحمد لله اختي من كنسمع صوتكم. مرحبا معكم. مرحبا. عافاك، بغيتك تعاودي الوصفه ديال الزينه في بعض مناطق الجسم اللي فيها الطريقه كيفاش نديرها اللي فيها العظومه ديال الليمون. اييه واخا خليك في الاستماع. عطيتيها. اييه غادي نعاود ان شاء الله هذه الوصفه. زياده في الجسم. اييه. العظومه ديال البرتقال ماشي ديال الليمون. اييه. يعني الليمون عفوا يعني الليمون اللي زعما بغيت ناكد ان البرتقال ماشي الليمون في المناطق ديال الشمال. تماما. واش الحامض ماشي الحامض. دابا فاش نعطيك البرتقال. شكرا لك. ان شاء الله غنعطيوك الوصفه دكتور عماد فيما بعد لزياده في الوزن. تحياتنا لك. مريم من مدينة الدار البيضاء. أم زكريا معنا من مكناس، السلام عليكم. وعليكم السلام اختي هاجر، دايره لاباس عليك؟ الحمد لله بارك الله فيك ام زكريا، اهلا بك. نشكركم على هذا البرنامج، كنشكر الدكتور عماد ديالنا الله يجازيه بخير والله يجازيكم بخير. شكرا. هذا واجب. نشكركم بزاف. مرحبا اختي. خويا الدكتور عماد، عندي لك واحد ثلاثة الأسئلة إلا جات على خاطرك الله يجازيك بخير. كل فرح. مرحبا. كنشكرك بزاف. عندي سؤال على داك الوصفه اللي كنت عطيتها ديال القشور البيض. اييه. لتصفيه الوجه بالتبييض البشره. مع جوج معالق ديال العسل الحره ومعلقه ديال الشوفان ديال الطحين ديال الشوفان. الله يجازيك بخير. واش المهم انا ما بقيتش متاكده مزيان على مع الوصفه. الا كان ممكن الله يجازيك بخير تعاودها ليا. وهذيك اللي عطيتي ديال الرمان. حيت انا عندي الحساسيه مفيطه في الوجه ديالي بزاف، تيحمر لي الوجه وتينشف بزاف، عرفتي الا ما دهنتوش. ودابا حاليا كنستعمل له زيت اللوز الحلو. الله يرحم والدينا الدكتور عماد. الرمان الوصفه، ذكريني الوصفه ديال الرمان حيت عطيت بزاف ديال الوصفات المشاكل يعني بالرمان. شمن وصفه هنا وحده فيهم؟ الحصه اللي درت فيها قشور الرمان بالجمال ديال الشعر والجمال ديال البشره والمعده. نعم. دونك تبغيتيها الجمال ديال البشره.
انا بغيتها للمشرى. الله يجزك بخير. الله يرحم والدينا دكتور ان شاء الله. شكرا لك ام زكريا من مدينه مكناس، تحياتنا لك. لازك ام زكريا. غادي نمشيو لاسفي وغنتواصلوا مع خديجه. خديجه سلام عليكم. السلام عليكم. اهلا بك على اصوات. لاباس عليك؟ الله يبارك فيك خديجه، مرحبا بك. دكتور عماد. الحمد لله اختي ملي كنسمع صوتكم. مرحبا، شنو السؤال ديالك؟ الدكتور عماد انا دويت معك غير البارح وعطيتيني الوصفه ديال لوبان الدكر. أيه؟ بغيت ولكن ما عطيتينيش التفاصيل. بغيت نعرف شحال المده اللي غادي نداوم عليها، واش نستعملها كل ليله، واش انا عندي غير الحليب العادي واش نقدر نستعمله، واش نقدر نحتفظ بها في الثلاجه. واختي اللي قلت لك دارت صابون البلدي العنق ديالها، بغات شي وصفه يعني تعالج هذاك الكحوليه اللي فيها. فبالنسبه للاخت ديالك كنبداو بها هي الاولى اللي دارت الصابون البلدي وبات به وعطاها واحد التقشير على المستوى ديال العنق ديالها، فغتاخذ زيت السلميه. اذا زيت السلميه كتاخذها وكتدهن بها هاد البلايص هادي بمساج كل ليله وكتداوم عليها ما كتقطعهاش. هذا من جهه. من جهه اخرى بالنسبه للوصفه ديال اللبان الدكر، فكنديروها جوج المرات في الاسبوع، وإلا بقات عندنا كنديروها في الثلاجة. والحليب عادي ماشي مشكل أنك تستعملي الحليب عادي، فما غاديش يعطيك شي أعراض جانبية أختي. شكرا. شكرا. مرحبا. مرحبا أختي. مرحبا. بارك الله فيك، تحياتنا لك أختي خديجة من مدينة أسفي. احنا دائما خطوطنا مفتوحة لكم 05 22 74 24 أيضا صفحة الفيسبوك راديو أصوات باج أوفيسيال. مستمعينا تحياتنا لكم. دكتور عماد دائما معاكم الإجابة على كل أسئلتكم. نمشيو لمراكش عند مريم. مرحبا. احنا كندورو بلادنا الحمد لله، نساروا بلادنا هذا الصباح. مريم من مراكش، السلام عليكم. مريم صباح الخير. صباح الخير. انا عافاك اختي باش نهضر مع الدكتور عماد. مرحبا اختي، انا معك. شو السؤال ديالك؟ عافاك اخويا، انا عندي واحد الخطره في الشعر ديالي ومشيت عند الطبيبه قالت لي راه اللي فيها الجيل ديكون، ودرت بزاف ديال الادويه عطاتني وهذا الشيء، ولكن ما عطاتنيش حتى نتيجه. واخا الادويه شحال دابا الوقت بس استعملتيهم اختي؟ تقريبا راه شي عام ونص وانا كندير في هذاك الشيء. اها. واخا القشره اللي عندك، القشره اللي عندك عاودي حيت ما سمعتكش مزيان. القشره عندك على المستوى ديال الشعر ديالك اختي ياك؟ اه على الشعر ديالي، وكتمشي ليا حتى للودنين بعض المرات، كتمشي ليا حتى للودنين. اها اها. واخا القشره كي دايره، ناشفه ولا القشره كتكون مزيته؟ لا كتكون مزيته، حيت انا اصلا شعري دهني وكتكون مزيده، باش كنبقى كنحيدها هكا من شعري كتبقى ليا بلاصه حمراء بعض المرات، ولا كيخرج ليا الدم، كتمشي ليا حتى للودنيه وبزاف. نعم. ودرت درت تحليله ديال الخزان الحديد وداك الشيء وعطاني مزيان، عطاتني الطبيبه الفنيه كنشرب نتاع فقر الدم، عطاتني شي مكملات غذائيه نتاع المغنيزيوم والزنك وداك الشيء، ولكن وكندير واحد الرشاشه واحد اللوسيون كندير لشعري وداك الشيء، ولكن ما عطاني حتى شي نتيجه، كتغبر واحد المده وكتعاود ترجع. واخا واخا قيدي عندك هذه الوصفه. إذن هذه غادي تكون وصفة القشرة اللي كيكون عندها مشاكل ديال القشرة اللي كيكون السبب ديالها حساسية أو كزيما أو صدفية، أو قشرة اللي كتكون بالإفرازات الدهنية كتكون أكثر من القياس ديالها. هنا لاحظنا أنها كتمشي لجهة الودنين، فكاع الأخوات اللي عندهم هذا المشكل يستعملوا هذه الوصفة هذه. كناخذوا فيها معلقة كبيرة ديال العرعر مطحون، وغادي ناخذوا فيها معلقة كبيرة ديال الورد، معلقة صغيرة ديال اليزير. هاد المكونات هادو كاملين كنطبخوهم في نص سيترو ديال الماء، حتى كيطبخو مزيان وكيعقدو، كنخويهم كنصفيهم في واحد القرعه اللي ما كتدخلش اشعه الشمس، كنحطوها في الثلاجه. هاد القرعه هادي كنوليو كنستعملوها كسيروم، مورا ما كنغسلوش الشعر ديالنا مزيان، كنرشوها على الشعر ديالنا والجلده ديال الشعر، وكنخليوها 10 ديال الدقائق عادي الا بغينا نمسحو الشعر ديالنا. هاد العمليه غادي نديروها جوج المرات في الاسبوع، ومرة في الأسبوع بلا ما نغسلو الشعر ديالنا كنرشوها على شعرنا وكنخليوها مدة ديال 10 ديال الدقائق. هاد المحلول هذا غنحافظو عليه في الثلاجة مدة ديال 15 يوم، وإلا بقات إلا دازت 15 يوم وبقى عندنا المحلول فكنخويو وكنعاودو نديرو محلول آخر. شكرا لك مريم من مراكش. غادي نمشيو لسكينة مدينة أكادير. قبل ما نمشيو الفاصل، صباح الخير سكينة. صباح النور عليكم. أهلا بك على أصوات. فرحانة بزاف في الجير اليوم والله العظيم. وحنا فرحانين كثر بك، مرحبا بك سكينة. بغيت غير وصفة للوجه ديالي مع الجو، كيكون الوجه ديالي كيتقشر بزاف، ومشكلة ديال الحبوب كتنوض ليا وحدة، كتنسين في النهار كتنوض وحدة أخرى، كيكونوا دوك الحبوب الكبار وعندهم داك الرويس هكا
فهمتيني الدكتور؟ كنسمعوك تفضلي. كنسمعك اختي كنسمعك. المهم بغيت غير شي وصفه لهاد الحبوب والبشره ديالي جافه في هاد الجو بزاف. واخا كتشربي الماء مزيان؟ ماشي بزاف هاد الجو على البرد ماشي بزاف. وراه هذا هو المشكل، هذا هو المشكل، لان البشره اللي كتكون جافه بهذه الطريقه هذه وكتعطينا هاد القشور هادو وكتخرج الحبوب، فاول حاجه بعدا كيكون الماء ناقص في الخلايا، حيت الخلايا مع الجو اللي كيكون بارد، وماشي الجو بارد، انه كنلاحظوا ان الجو كيختلف، مره كيبرد مره كيسخن، فهنا البشره الا ما كانش فيها الماء اللي كيحافظ عليها وكيقويها فكيولي عندنا هذا المشكل ديال القشور، وانها كيكون فيها واحد التمزقات صغيره ما كنشوفهمش. واخا بالنسبه ليك المشكل اللي عندك ديال البشره اللي ناشفه واللي كتقشر بهذه الطريقه هذه وفيها حساسيه وكتنوض الحبوب، وجميع الاخوات اللي كيعانيوا من نفس المشكل فغادي ياخذوا معلقه كبيره ديال زيت البابونج، معلقه كبيره ديال زيت الخزامه، وهنا زيت الخزامه ماشي الروح ديال الخزامه، اذا معلقه كبيره زيت البابونج، معلقه كبيره زيت الخزامه، كنزيدوا عليها 4 المعالق كبار ديال زبده الكاريتي. هاد المكونات كاملين كنخلطهم في حمام مريم وكنخليهم يبردوا حتى كنحصلوا على واحد الكريمه، وديك الكريمه هي اللي كتوليو كدهنوا بها في الصباح وفي الليل الوجه ديالكم، وان شاء الله غادي تعطيكم نتيجه، وماشي مشكل انكم ديروها في الصباح لانها ما كتاثرش عليها اشعه الشمس. شكرا لك. سكينه من اكادير، مستمعينا احنا اكيد غادي نواصل معكم دائما على اصوات في برنامجكم حديث ومغزل، دائما اسئلتكم دكتور عماد مرحبا باستقبالها دائما على اصوات 0522 77 24 24، فاصل ونواصل، خليكم معنا مستمعينا على أثير راديو أصوات، ودائما في الحصة المباشرة من برنامجكم حديث ومغزل دائما كترافقكم هاجر بن شرفي دكتور عماد ميزاب الدكتور صيدلي مختص في التداوي بالأعشاب للإجابة على كل أسئلتكم، المواد الطبيعية وربما الميزة ديالها للجمال، كل أسئلتكم مفتوحة حول الجمال على 0522 77 24 24. أيضا ما ننسوش مايسترو البرنامج سي عبد الرحيم حبيش، تحية كبيرة لك. غادي نمشيو نواصلوا الاسئله المستمعه. حتى دكتور عماد كريمه من الدار البيضاء، السلام عليكم. كم سلام لاله، مرحبا بك كريمه تفضل. بغيت غير نستشر مع الدكتور ميزاب الله يجازيك بخير. عندي بنتي عندها 12 عام ودابا اناني، وهي في التريتمون ديال الكورتيزون لان عندها تشيريازيس في الشعر ديالها. وهذاك لو تريتمون ملي كنديروا ليها ما كيبقى عندها حتى شي حاجه، مي ان فوا كنحبسوا حيت عطاني ان بروتوكول طبيبه انا متبعاه، ولكن ملي دابا حبسوا كان غادي كنقصوا مني نقصنا، جينا حتى الاخر مني كملتو عاود رجع لي هذاك الشيء من اول وجديد، وانتشر ليها على الشعر ديالها كامل. كان عندها في الاول غير واحد المنطقه، دابا ولا لها في شعرها كامل. دابا ما عاوتاني بدات لي البروتوكول عاوتاني من الاول بلا ما نتخاتمو. دابا ما عرفت اشنو غادي ندير، قلت ربما نستشر معاك لعندك شي حاجه تعاوني بها، شي دواء مواد طبيعيه، لانني انا ما قدرت ندير لها حتى شي حاجه طبيعيه خف. قلت من الاحسن نستشر معاك انت دكتور غادي تفهم احسن مني انايا. بدا شوف بدا بغيتك ترتاحي، انا كنحس بك متوتره بزاف ما نكذبش عليك، كنحس بك وكنحس شنو هو القلب ديال الام الله يسمح لينا من الوالدين. يعني كنعرف بان مخلوعه على البنيته ديالك، فبعدا انا شوف انا غادي نطمئنك واحد المساله، هذا الشيء ما يخلعكش، لان بعدا بغيت نسولك واش البنيته بدات في التغيرات الهرمونيه ديالها ولا مازال؟ بدات هذا العام. بدات، فشوف عندها واحد المرحله عندها التغيرات الهرمونيه ديالها، ف منين غادي تفوت هذه المرحله ديال التغيرات الهرمونيه هذا الشيء غادي ينقص ما غيبقاش ان شاء الله. هذا من جهه، من جهه اخرى البنيته كانت واقيله كتمرض بزاف، لا شويه كيجا غير عندها الحساسيه ديال لي زاكاريان، كتاخذ تريتمون ديال الالرجي وداك الشيء. ملي كانت زادت الحساسيه، هذا المشكل عندها مني فاش زادت. وهي عندها مشكل، عندها الجلد ديالها ناشف دائما، خاصها تغسل بالليل وي لافون، خاصها لي كريم تيغاتي لا بو ديالها بلي كريم، خاصها هذا. مي دابا صافي شويه داك الشيء غادي وكينقص، ما بقاش لا بو ديالها ناشف كيف كيما
قلت لك كما قلت لك دابا ولكن دابا جا ليها في شعرها دابا عام دابا وانا كنعاني معاها حيت هذيك البلاصه ديال الشعر شويه كتكون بلاصه خفيفه رهيفه شويه وهاد المساله هذه ديال هاد النشوفيه وهاد الحساسيه النوع ديال الحساسيه كيولي كيتركز تما بزاف. هنا شنو الدليل على ان البنيته في الاول هاد المناعه ضد الحساسيه كانت عندها قليله ياك ملي كتكون هاد المناعه ضد الحساسيه كتكون قليله هادوك الهيستامينات اللي كيوليو كيتفرزوا بديك الطريقه كبيره هما اللي كيعطيونا هاد المشاكل. علاش قلت لك انا هادشي ما يبرزطكش لان ان شاء الله منين غادي تقادوا ليها الهرمونات ديالها لان هي في المرحله الانتقاليه ان شاء الله الله يخليها لك فمنين غادي تدوز لهذيك المرحله الجديده ديالها منين الهرمونات ديالها غادي يستقروا هاد المشكل غيبدا ينقص لان شنو اللي غادي يزيد يدير هذا المشكل هذا ديال 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 ديال, ديال الصدفيه هو التهيج ديال الهرمونات ان بحال كنقولوا الدات كتسخن اذا ملي كتسخن الدات كيولي هذه المساله هذه كتكثر عليها. فالنصيحه اللي غننصحك انك تتبعي مع الدويات ديال هذا بدون نقاش والمساعده ليك ولجميع الاخوات اللي كيسمعوا لينا اللي عندهم بنيتات عندهم هذه المشكله وليدات عندهم هذه المشكله هذا في هذا السن هذا اللي كيكون ما بين 12 سنه حتى 14 سنه حتى 16 سنه. فهاد هاد الوصفه غادي نعطيو فيها 10 ديال النقيطات ديال الروح ديال العطرشه اذا الجيغانيوم اذا قيدي عندك العطرشه هو ليسونسييل دو جيغانيوم 10 ديال النقيطات و10 ديال النقيطات ديال الروح ديال الخزامه الويل اسونسييل دي لافوند وغادي تخلطيهم ليها مع ثلاثه المعالق كبار ديال زيت البابونج بابونج وثلاثه المعالق كبار ديال زيت اللوز الحلو وخلطي هذا الخليط هذا كامل ياك وغادي تاخذي شويه منه دهنيه في يدك وبدي تدهني لها البلايصات اللي عندها فيهم هذه المشكله هذا ديال الصدفيه كل ليله وداومي عليه وان شاء الله حتى هو غادي يعطيها افاده اكيد مع الدواء اللي كتستعمل وهذا الشيء ما يبرزطكش اختي ان شاء الله غتفوت هذه المرحله الهرمونيه ديالها والبنيته غادي ترجع للحاله الطبيعيه ديالها بدون مشاكل ان شاء الله. شكرا لك كريمه وهذاك الله يخليك بغيت نكمل هذاك لا سوليسيون اللي عطيتي لواحد دابا واحد السيده اللي فيها العرعار وفيها سميتو لا حيت هو يصلح ليها ولا لا لا حيت السيده كان عندها بروبليم على المستوى ديال لو سيبوم ان السيبوم كيتفرز داك الزهم اللي كيكون في الفروض الراس داك الدهون كتفرز بكثره. البنيته هنا عندها صدفيه اذا هنا شنو هو المشكل هنا عندنا القشره ديال البشره ديالنا ولات كتطلع قشره فوق قشره اذا هنا مشكل اخر. صافي شكرا مرحبا لكن مرحبا. ممكن بغيت غير التليفون ديالك واخا كريمه نعطيو الوقت للمستمعات الاخرين نرجع كان سي عبد الرحيم حبيش الاخذ الرقم الهاتفي المهني ديال الدكتور عماد ميزاب ولكن انت راك تعطيها الدكتور عماد اللي هو 06 61 28 99 78 06 61 28 99 78. شكرا لك كريمه نتمنى انك تكوني قيدتي الرقم. غادي نمشيو عند زهره من الدار البيضاء. السلام عليكم. وعليكم السلام اختي لاباس. مرحبا بك زهره تفضل. شنو سؤالك دكتور عماد؟ شكرا سلمي عليك. ها ما كيسمعك سلمي عليك. وانا كنسلم عليك. لاباس ولدي بخير الحمد لله مهمتي الله يبارك فيك. شنو السؤال ديالك؟ ولدي بغيت نسولك على بودور ديال العنب جا معاه شي شويه بغيت نصاوب بهم الزيت قول لي اخويا ولدي كي غادي ندير اليوم؟ وشوف هو الزيت باش ناخذوا الزيت من بذور العنب نستخرجوها من هذاك من الزريعه ديالهم هكاك فهاد الشيء كيخصنا واحد الماكينه اللي كتكون خاصه في واحد البلاصه خاصه للناس اللي كتستخرجوا. واخا بغينا نستافدوا منه ما غاديش نخليك انك تضيعي فيه غادي تطحنيه يتطحن مزيان. ايه شحال عندك تقريبا؟ شكون هكا قول شي نص رابعه هكاك شي نص رابعه واخا يلاه نمشيو حنا بحساب نص رابعه واخا اذا طحني هذيك النص رابعه ديال البذور اللي عندك اللي نشفتيهم وغادي تزيدي عليهم كاس صغير ديال زيت الزيتون. شكرا. وحطيه فوق العافيه طلع يعني غير يسخن شويه واحد 5 دقائق ولكن شحال غتخليه؟ غادي تخليه 15 اليوم. زيد عليه محطوط. تخليه 15 اليوم وهو محطوط باش يطلق على خاطره ومن بعد هذيك الزويته غتصفيها وهي اللي غتولي تستعمليها كزيت بذور العنب. شكرا. نعم تفضل زهره. قلت لي ولدي هذاك الاخر قلت لي ديك الوصفه ديال الزنعه ديال الخيزو
أيه؟ واش تلي مريض ياكل ماشي مشكل، انا عندي الضيقه وعندي الكواكر كنعالجها ماشي مشكل. زرعت خي الزوم عندها حتى شي علاقه باي مرض اخر، ما كاينش مشكل. بارك الله فيك، بارك الله فيك زهره من الدار البيضاء، تحياتنا ليك ومرحبا بك معنا على اصوات. غنمشيو لبني ملال مع شيماء. السلام عليكم شيماء. الو السلام عليكم اختي لمياء، صباحكم مبروك كدي، لاباس عليك؟ صباح الانوار شيماء، معك هاجر بن شرفي والدكتور عماد ميزاب، وانت معنا على اتي راديو اصوات شيماء. شكرا بزاف اختي لمياء، والله الا انا فرحانه. باغا تسميني لمياء بزز، تحيه لزميلتي لمياء الموساوي اختي ديالنا لمياء. سميتي هاجر، معك هاجر. هاجر هاجر كتسالفوا ليا. مرحبا مرحبا شيماء، تفضل. خويا الدكتور عماد، بغيت نسولك على واحد الوصفه كنتي عطيتيها تقريبا غير فهاد الشهر هذا ديال القصود الرمان مدقوقين وجو بونس الطين الاخضر مع ابيض بيضه. كنظن هذه الوصفه اللي غنعطيو. اييه واش تطلق لي زعما البصره واش تصلح جميع انواع مشاكل البصره زعما التبييض نديرها زوينه التبييض؟ فهي مزيانه قشور الرمان كما هضرنا عليهم انهم فيهم ليطانا، هاد المواد هادي اللي هما مهمه جدا في التبييض، وفيها بزاف ديال المواد اخرى بحال الكاروتين بحال، يعني مزيانه وصفه مزيانه، غير هي ما تفوتيش ثلث ساعه في الاستعمال ديالها اقصى حد. ممكن نديرها حتى الرقبه؟ لا نعم اختي، ممكن نديرها حتى الرقبه. هادي نديروها للوجه ونديروها للرقبه، وهذه غادي نجاوبوا عليها على السؤال ديال الاخت ديالنا اللي سولتنا على الوصفه بقشور الرمان مدقوقين يابسين ومطحونين ومدقوقين مغربلين اللي غناخذوا فيها معلقه كبيره ديال قشور الرمان مطحونين، وغادي ناخذوا فيها معلقه كبيره ديال الطين الابيض وبيض بيضه، اذا بيض بيضه، ونزيدوا معها حتى جوج معالق كبار ديال الحليب دافي. نخلطوا هاد المكونات كاملين ونديرهم كماسك على الوجه والرقبه، اذا ماشي مشكل، نخليهم ثلث ساعه اقصى حد، ومن بعد نغسلوا الوجه ديالنا. العمليه غنديروها جوج المرات في الاسبوع، نداوموا عليها مده ديال 3 اشهر. شكرا. تفضل شيماء، تفضل. السعر دايره ديك زيت الفلفل الوصفه ديال الدكتور عماد الساهره يكون تعجبو، ودابا بغيت كيفاش غادي نستعملها هي وصفة اخرى ديال ترطيب الشعر ديال الكيراتين الطبيعي ديال زريعه الكتان. فمره غادي ديري الزيت ديال الفلفله بحال دابا غديريها الاثنين، ونهار الخميس غادي ديري ديال الوصفه الثانيه ديال الكيراتين الطبيعي. شكرا لك شيماء، تحياتنا لك. مستمعه كتقول ان شعرها كيطيح بزاف، يلاه ولدات كتعمل واحد اليازير والزعتر كترقدهم في الماء في الصباح كديرهم في بخاخ وكترش بهم الشعر ديالها، واش مزيان؟ فهذه غير منصوح بها الاخت ديالنا بعد الحمد لله على سلامتها. نعم. اليازير كينشف، اليازير مع الزعتر خاصه ان الشعر عندها متضرر، كنعرفوا ان الولاده شنو هي ومن بعد كيتضرر الشعر من موراها، فتستعمل العكس، دير واحد السيروم زيتي، يعني سيروم اللي غيكون كيغدي وسيروم اللي كيرمم. اذا شنو غناخذوا فيه؟ ناخذوا فيه معلقه كبيره ديال زيت لافوكا ومعلقه كبيره ديال زيت البابونج، تخلطهم تولي ديرهم كسيروم كل ليله، دهنوا على الشعر ديالها وان شاء الله غيعطيها نتيجه. وحنا غنواصلوا معك دكتور عماد، وغادي نعطيو الوصفات للمستمعات اللي سبق لهم وطرحوا علينا الاسئله. نعم. من دابا لحظات بعد هذا الفاصل، خليكم معنا دائما على اصوات مستمعينا، معكم دائما في هذه الحصه رفقه الدكتور عماد ميزاب. دكتور عماد، نبداو باول وصفه من المستمعات اللي طلبوا، اللي هي وصفه الاثار الحبوب. نعم، فالحبوب واثار الحبوب وكذلك كل من كيتواصل معنا على هذا المشكل هذا، فغادي ناخذوا الزعتر مطحون، وغادي ناخذوا اوراق سيدنا موسى وقعقله. نعاود الزعتر مطحون، اوراق سيدنا موسى، قعقله. اذا الزعتر مطحون كناخذوا معلقه كبيره ديالو، اوراق سيدنا موسى كناخذوا 3 ديال الوريقات، وقعقله كناخذوا معلقه كبيره. هذا الخليط كامل كنطبخوه في نصف لتر ديال الماء، انت كيتطبخ مزيان ويعقد، كنصفيه في واحد القريعه، وهذا الخليط كنوليو كنمسحوا به الوجه ديالنا في الصباح وفي الليل بلا ما كنغسلوه، وكنداوموا عليه يوميا، فهو كيعاوننا في الاثار ديال الحبوب وكيعاوننا كيفاش نتخلصوا من الحبوب اللي كتكون عندنا. وصفه للزياده في الوزن ببذور البرتقال. اذا بذور البرتقال غناخذوا معلقه كبيره ديال بذور البرتقال، وغادي ناخذوا 3 معالق كبار ديال زيت اليازير، وربعة ديال المعالق كبار ديال زيت الزيتون. هاد المكونات كاملين كنحطهم في حمام مريم مدة ديال ثلث ساعة، كنخليهم 7 ديال السوايع، ومن بعد كنصفيو هاد الزيت وكنوليو كنديرو بها مساج في الأماكن اللي بغينا نديرو فيها الزيادة.
نعم. ايضا مستمعات سالوا كثير عن وصفه تبييض بقشور البيض. نعم، فقشور البيض اللي غنيين بالكالسيوم وغنيين بالمواد المبيضه، فكندقوا قشور البيض كنغربلوهم مزيان، ومن بعد كناخذوا معلقه كبيره ديالهم كنزيدوا عليها جوج معالق كبار عسل حر ومعلقه كبيره ديال الشوفان مطحون، اذا ونزيدوا معهم جوج معالق كبار ديال الحليب دافي. إذا هذا الخليط نخلطوه كامل، نوضعوه كماسك على البشرة ديالنا والرقبة، نخليوه نصف ساعة ومن بعد نغسلوه. العملية كنديرو جوج مرات في الأسبوع وكندوم عليه مدة ديال 3 شهور. الرمان والفوائد ديالو، الرمان والمنافع ديالو الجمالية. نعم. تكلموا المستمعات على القشرة ديالو لجمال البشرة. نعم، فعطينا وصفة لهذه المسألة، نزيدوا وصفة أخرى اللي غادي تكون كسيروم، سيروم يومي بقشور الرمان. فغادي ناخذوا غير معلقة كبيرة ديال قشور الرمان مطحونين مدقوقين ومغربلين مزيان، كنطبخوهم في كاس كبير ديال الماء اللي كيتطبخ، منين كيتطبخ مزيان كنصفيوه، وهذاك المحلول اللي كنحصلوا عليه كنوليو كنرشوا به الوجه ديالنا كل ليله وكنباتوا به، فهو يا سلام كيعطينا فائده جميله للبشره ديالنا. نمشيو لفاس دكتور عماد. رحمه. السلام عليكم. لا رحمه. عليكم السلام. اهلا بك. اهلا بك على اصوات نهضر مع الدكتور عماد. عندي الوليد الله يعطيك الصحه عنده تلال في يديه. اييه. ما عرفتش شنو ندير له. ها شحال في عمر الوليد؟ 6 سنين. 6 سنين، واخا ديتي للطبيب ديال الجلد؟ لا لا ما ديتو حتى للطبيب. فشوف تولال، تولال شنو هو التولال؟ التولال هو تعفن فيروسي، اذا الفيروسات واحد الميكروبات فيروسات هما اللي كيعطيونا التولال في الدس ديالنا، ياك؟ اذا هنا كاين جوج حالات، كاين كنتسناو المناعه ديالنا تخدم باش تقضي على داك التولال، لان مع المده كيحيد، ولكن هذا الشيء كيمكن ياخذ 6 شهور، كيمكن ياخذ 8 شهور، كيمكن ياخذ عام، كيمكن ياخذ 3 سنين، كتمشي في بعض الحالات حتى ل4 سنوات. علاش؟ لان هنا المناعه ديالنا كتكون كتصدى لهذوك التلالات، خاصه اللي كيكونوا عند الوليدات الصغار. وكاين المساله الثانيه، اننا كنمشيو عند الطبيب ديال الجلد، هو كاين بعض الادويه اللي كدار او بعض تدخلات باش كيحيد هذاك التلال. اما في الطبيعه شي حاجه كتحيد التلال، فهذه مساله راه ما كايناش، ومازال كنزيد ناكد عليها، لان خصنا شي مساله اللي كتكون كتحرق هذاك التلال وكتحيده، ولكن بطريقه طبيه. ف اننا مثلا نقطعوه بواحد الزيزوار، فهذه غير منصوح بها لانها كتعطينا مشاكل. ومساله اخرى، ان التلال فين ما تقشرات هذاك الدم ديالها كيكون ملوث، وفين ما طاح كيولي كينبتو تلالات اخرين. فالنصيحه ديالي اختي، غتمشي غدير وليد للطبيب ديال الجلد، وان شاء الله هو غادي يلقى معاك الحل. وفي النباتات ما كاينش شي حاجه اللي كتحيد التلال. السعديه من بنقرير، صباح الخير ومرحبا بك على اصوات. لا السعديه. السلام اختي. اهلا بك على اصوات. عندي واحد الاسئله للدكتور عين. مرحبا. مرحبا. شوفي انا كنعطيني واحد الوصفه زينه في بعض المناطق، فيها معلقه صغيره ديال النافع ورقة الناموسة. أييه. فيك زيادة الماء، ولكن أنا عندي زيادة بزاف في الكتاف، عندي كبارين وزادتني غير من الفوق حسيت بها، ما عطاتني حتى نتيجة. نعم. أييه. وشنو السؤال الثاني؟ السؤال الثاني، أنا تندير واحد الوصفة ديال الشيب، فيها قشور البصلة وقشور الدجالة ومعلقة كبيرة ديال القهوة، واش مزيانة بغيت نسولك عليها؟ هذه وصفة للشيب ديال الشعر. نعم. تفضل دكتور عماد. نعم، فهنا هذه كانت وصفة ديالي، هذه الوصفة غير هي القهوة تزادت في هذه الوصفة، ما عرفتش علاش، ولكن غادي ناخذ قشور البصلة، معلقة كبيرة قشور البصلة ومعلقة كبيرة ديال قشور الدنجال مقطعين، وهذو كنزيدوا عليهم نص كاس صغير ديال زيت الزيتون، نحطهم فوق العافية تطلع الغلية الأولى، نخليهم ليلة. أنا عارفك اللي معقدني هو حيت غليظة من الكتاف عندي وعندي لتحت ما عنديش. واخا أختي غادي نعاونك، غنعاونك إن شاء الله. لا السؤال ديالك غادي نجاوبك عليه، دابا بديت من السؤال الآخر ديالك، ولكن راه ما نسيت السؤال الأول، والزيادة في بعض المناطق رانا عطيت وصفة ومازال غادي نزيد نعطي وصفة أختي. دابا نكملوا غير الوصفة بعدا ديال الشيب. الوصفة بلا زيوت عافاك. ما هنا ضروري من الزيوت في البصلة وقشور الدنجر، ضروري خص الزيت أختي. لا الزيادة في بعض المناطق. ولكن خصك انت تزيدي، خصك ضروري من الدهن، لان عطينا وصفه للشرب. فهمتي؟ ولكن غنحاولوا نعطيو وصفه فيها مكونات بسيطه، ما نعطيوش شي حاجه فيها اللي كثيره. عافاك اخويا، دابا كندير واحد الوصفه بغيت نسولك واش مزيانه. اييه. ندير فيها جزلان وكاوكاو جوج معالق ومعلقه ديال النافع وحبه حلاوه، تنديرهم في العصير الصبح وتنطحنهم مع الحليب نيدو.
مسؤول شي مركه الاسماء الله يجازيك بخير. لا اختي هادشي غادي يخرج لك هادشي غيخرج لك على الكبده ديالك هادشي اختي هادشي راه كتكثري فيه. فبغيتي ديري المكسرات واخا ديري الزنجلان ديري ثلاثه المعالق الكبار ديال الزنجلان وديري ثلاثه المعالق الكبار ديال الكاوكاو وديري ثلاثه المعالق الكبار ديال اللوز مطحون وديري ثلاثه ديال المعالق الكبار ديال القرقع مطحون خلطيهم بالحليب المركز المحلى اللي كتصايبوا به الحلوه نخلطوهم به وغتاخذي معلقه كبيره من هذا الخليط نص ساعه بعد الفطور ونص ساعه بعد العشاء فهي غادي تعاونك في زياده في الوزن. حتى واحد العصير كنت عطيتيه دكتور عماد كنتذكر هو كنت عطيتيه لنا في رمضان وانه كيساعد حتى على زياده البنان مع المكسرات نعم ومعلقه ديال العسل الحر كنظن ما عقلتش بالضبط ولكن بحال هذا عصير اللي قلتي لي نشربوه حتى هو ربما انا خويا عماد هادشي اللي معقدني غير عندي الغل من الفوق ومن تحت ما عندي. فهمتك اختي والله الا فاهمك ومعاك وعارف بان المشكل اللي عندك هو خصك يعني ديري الزياده في بعض المناطق. انا ما شوف انا معاكم متفق معاك صافي انت شوف غندير واحد الزيت يلا دابا غير ركزي معايا واش قولي لي اليازير عندك اليازير غادي يكون عندي ما عنديش زيت انا تيجي عندك الزيوت تيجيني غاليين شويه. لا وما عندك زيت العود في الدار ما كديروش زيت العود؟ عندي ما كاينش شي بيت مغربي ما فيهش زيت العود. عندي موجود. ايوا موجود ايوا واش بغيتي راه عندك الخير كله الا عندك زيت العود راه عندك الخير كله. ياك؟ اذا يلا قيدي قيدي عندك يلا وقيدي. اذا وصفه للزياده في بعض المناطق نديروا فيها زيت العود اذا غناخذوا نص كاس صغير ديال زيت الزيتون. نزيدوا عليه 10 ديال الوريقات ديال النعناع معلقه صغيره ديال اليازير ونجمه ديال الباديان نجمه الباديان معلقه صغيره ديال اليازير 10 ديال الوريقات ديال النعناع كنديرهم في نص كاس صغير ديال زيت الزيتون كنحطوه فوق العافيه حتى كتطلع الغليه الاولى كنخليوه ليله من بعد هذا الخليط كنصفيه وكان هذاك الخليط كل ليله كندهنوا فيه مساج في بعض المناطق او في المناطق اللي كنبغيو الزياده ديالها وما كنحبسوش هذه الوصفه هذه باش نكمل لان بزاف ديال الناس تبعوا معنا دابا الوصفه ديال الشيب وبقينا كنتسناو ما كملناهاش فغناخذوا معلقه كبيره ديال قشور البصله مقطعين ومعلقه كبيره ديال قشور الدنجان مقطعين كنزيدوا عليهم كاس صغير ديال زيت الزيتون كنحطوه فوق العافيه حتى كتطلع الغليه الاولى كنخليوه ليله وهذا الخليط كنصفيوه كندهنوا به جلده شعرنا وشعرنا كنخليوه ساعه وكنغسلوه العمليه كنديروها جوج المرات في الاسبوع وكندوموا عليها مده ديال 3 اشهر. شكرا لك السعديه من بنكري تحياتنا لكم ومرحبا بك معنا على اصوات. دكتور عماد بقات فقط واحد النقطه بغيت نسولك عليها قبل ما نساليو بزاف دابا مع الفيروس اللي حنا كنعيشوا الاوضاع الحاليه الصحيه الناس كيستعملوا اوراق الكاليبتوس كيبخروا بها الدار او الشيح مثلا وكيعملوه في طنجره كيغلي بغيتك تعطينا الطريقه الصحيحه للتعقيم ديال المنزل. فتعقيم ديال المنزل كما قلنا كيخصنا ما يكونوش الوليدات بعدا في ذاك لا شومب او في ذاك البيت اللي غادي نعقموا به ولا اي بلاصه بغينا نعقموها كيكون السيد اللي كيعقم او السيده. التعقيم كنديروا الماء هذه الماء في واحد الكاسرونه وكنلوحوا فيها هذه الاوراق هذه ديال الكاليبتوس ولا الشيح مثلا الا بغينا نديروا الشيح كنخليوه يعني يطبخ واحد شويه فوق العافيه ومن بعد كندوروا غير البخار في البيت على الدار ولكن ما يكونش عامر ومن بعد نهويو النوافذ يعني او البلاصه اللي فيها عادي الا بغينا نجلسوا في هذيك البلاصه والناس اللي عندهم الضيقه وعندهم مشاكل في الحساسيه ديال التنفس نعم. ما يقربوش لهذا البخار وما يديروش هذه العمليه ما يديروهمش في المجمر ونبخروا بهم فبالمجمر ايه ماشي مشكل فقلنا الماء هي احسن حاجه هي من بعد نمشيو للمجمر ماشي مشكل غير هو كما قلت الناس اللي عندهم الحساسيه ديال التنفس والضيقه ممنوع يدوروا بهاد الامور هذه لان غادي تخنقهم. مشكور دكتور عماد ميزاب دكتور الصيدله المختص التداوي بالاعشاب.